على هامش زيارتي للعاصمة السنغالية دكار للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي حول الأمن في إفريقيا، التقى معالي رئيس الوزراء بايمي باريكي ألبير بأعضاء الجالية التشادية المقيمة بدكار، وقد دار اللقاء حول الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. تقرير فاطمة الزهراء أبو المعالي. انتهز رئيس الوزراء بايهيم باتاكي ألبير الفرصة أثناء مشاركته في المنتدى الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا بالعاصمة السنغالية داكار، واستقبل أفراد الجالية التشادية المقيمة في السنغال والمكونة من ممثلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ والطلاب والفاعلين الاقتصاديين. في بداية المقابلة قدم القنصل الفقري لتشاد لدى جمهورية السنغال سلام محمود عثمان كلمة ترحيبية، شكر فيها الوفد التشادي المشارك في المنتدى بقيادة رئيس الوزراء بايهيم باتاكي البر. عقب ذلك تحدثت إحدى السيدات ممثلة للنساء التشاديات في السنغال اللائي ينقرض بعضهن في الأعمال التجارية، مشيرة إلى أنهن يعتبرن جزءا من التشاديات، لذلك طالبن من وزارة المرأة إشراكهن في التظاهرات النسائية المختلفة التي تقام على مستوى البلاد، وذلك من أجل المشاركة في شؤون وقضايا المرأة التشادية، كما طالبنا بمزيد من التسهيلات فيما يتعلق بأعمالهن التجارية. أما ممثل الحركة الوطنية للإنقاذ قدم باسم الحركة كلمة شكر إلى رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مشيدا بجهود رئيس الجمهورية في حل الأزمة الاقتصادية واستتباب الأمن والاستقرار، مطالبا في الوقت ذاته بتسهيل الإجراءات وتوفير المستندات ووثائق السفر على مستوى القنصلية التشادية في داكار. ومن جانب الطلاب سواء الذين يدرسون في التخصصات المختلفة في مجال الطب والمجالات الأخرى، فقد أكدوا لمآليه أنهم يواجهون صعوبات ومشاكل فيما يتعلق بالتسجيل والإعاشة بعد خفض منحهم الدراسي في ظل الأزمة الاقتصادية، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لهم حتى يتمكنوا من إتمام دراستهم. من جهته رئيس الوزراء عبر عن فرحته بلقاء الجالية التشادية في السنغال، وقال إنه يتفهم وضع الجالية وأن المسائل المطروحة في هذا اللقاء ستؤخذ بعين الاعتبار، موضحا الوضع في الداخل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والجهود التي تبذلها تشاد في ظل مكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في الإقليم، مشيرا إلى جانب مطالبهم الاجتماعية هناك واجبات أمنية كتأمين الحدود والتزامات أخرى تقوم بها الدولة لتوفير التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب وغيرها. وأخيرا دعا رئيس الوزراء الجالية التشادية إلى التضامن وحث الطلبة على شد الحزام ومواصلة الدراسة، مؤكدا أن وضعهم لا يختلف عن وضع الطلبة في الداخل، مطمئنا إياهم بأن مطالبهم ستصل إلى وزارة التعليم الآلي التي ستسعى إلى إيجاد الحلول لهم. كما أكد رئيس الوزراء أن الأزمة عابرة، لذا حث الجالية التشادية على التضامن ومزيد من الوعي حتى تتمكن البلاد من تجاوز هذه الأزمة.